هلا احنا مشامي شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم الفيديو هو انتظرتوه من عندي، واللي هو فيديو الاسئله والاجوبه. بس مثل ما تشوفون هنا اكو لوحه اكو فرج، راح نقعد نرسم انا وياكم واجاوب على الاسئله اللي تكررت من الاسئله اللي حطيتيها لي. وبس خلونا نبلش. بس لا تنسون تحطون اشتراك القناه اذا قناتي جديده عليكم، ويلا نبدا. ضاعوا الماعون اللي دا استعمله حاليا حتى نسوي به اللون ونبلش بالاسئله. نبلش بأول سؤال. طبعا إذا سوي لون جوزي صار لون أسود. المهم أول سؤال هو، هل راح تستمرين باليوتيوب؟ خليني أقول لكم فتشي. بنفس هذا اليوم اللي هو 31/7/2015، طبعا يعني فيديو حيكون تنزيله بغير يوم، نشرت أول فيديو بقناتي اللي هو تعرف عليه وعلى قناتي. من ذاك اليوم لحد هذا اليوم أنا أنشر فيديوهات باليوتيوب، بس بدافع إنه أني أحب أنشر فيديوهات باليوتيوب، مو بدافع شيء ثاني، يعني بس إنه أني أحب اعلق كاميرا واصور. فيعني هسه بهاي اللحظه انا ما اظن انه راح اترك القناه، بس يعني ممكن بالمستقبل. هي يعني واحد كل شيء صار عنده ظروف ويضطر انه يعرف هواي اشياء ويتخيل يعني هواي اشياء يحبها، بس هسه لا طبعا ما راح اترك القناه لانه احس انه صعب هسه يعني اتركها. نجي على السؤال الثاني واللي يقول، شنو شعور اهلك كونك اول طالبه طب؟ طبعا اريد اقول هنا انه اكو غيري كان اول طالب طب اللي هي اختي، بس انا اول طالبة طب عام. يعني شنو شعور اهلي؟ بس اتذكر يوم اللي طلع بي معدلي، مو باليوم اللي طلع بي نتيجة يعني القبول مالتي. اتذكر وقتها الكل خبرني لان الكل يدري طلعت النتائج، وحرفيا الكل كان يجي مكيف، والعصرية تقريبا الكل اجى. فما انسى يعني هذاك اليوم، احس هو هذا اليوم وحده يخليني اقتنع انه انا خلاص خلاص اصير طالبة طب. فرحتهم وهيجي من خبرتهم الكل اللي يبكي واللي يضحك واللي هيك، بس يقول لي صدق صدق يعني هاي واحدة يخليني يعني يشرح لكم انه هو شنو شعورهم، ونفس الوقت يخليني اني يعني اقتنع بالطبية يعني. ف لسه من اتذكر يوم احسه كان هيجي احلام العصر يعني وقتها زهراء تذكرين قعدتني منه تقولي مريم من 98، قولي شنو 98؟ يلا عادي خلي ارجع لهم. كانت ردة فعلي كلش باردة. يعني السؤال هسه يقول انه، هل جتي درجتك نفس اللي متوقعتها؟ هذا السؤال جاني من يوم نشرت فيديو امتحانات السادس، وجوابي لهذا السؤال اللي كلش هو يتكرر، طبعا الفيديو اللي ما شايفه جوابي بالوصف. حقول لكم شيء، اذا تذكرون اني كان مثلا بامتحان فيزياء رجعت اني احس روحي كلش مجاوبة، بس ما جتني درجة كاملة. بس بالعربي بوقتها رجعت ابكي اني، يعني بكيت بنت خالتي، بكيت اختي، بكيت امي، كلهم بكيتهم، بس وقتها جتني درجه كامله. لان اعتقد انه كانت غلطي كلش بسيط، بحث مشيالي. بس اللي غلط اللي يعني هو استاذ دي يشوف انه هذا غلط فظيع، او مثلا الناتج غلط بالرياضيات، اكيد راح ينقصوكم عليه. بس اذا يعني خطا بسيط اكيد راح يمشاكم، ان شاء الله يمشي لكم الاخطاء مالتكم وتفرحوني بدرجاتكم. السؤال اللي هو، شنو دافعك حتى تخلصين دراسة بدون تسخين؟ حتى ما ارسب، والله هذا الجواب، حتى ما ارسب يعني، أنا أدرس حتى ما ارسب يعني. والله جدي ايش فيكم؟ ايش تضحكين علي؟ سؤال لك، من كنت صغيرة هم حلمك الطب؟ كنت أريد أصير موظفة طيران، وبعدين صرت متوسطة كنت أريد أصير مهندسة، وبعدين قد فنون جميلة، والله شو صرت طب؟ كيكة فجة. هذا اللي ما شايف فيديو اكو فيديو اني افتح علاقه واطلع كيك، طبعا هاي فيديوهات كنت لاغيتني ورجعت له، فروح شوفوه يعني هذا من الماضي ماضي مريم. شنو نوع الايباد مالتك؟ هذا السؤال يا الهي. طبعا مالتي ايباد هو ايباد 9، ياته ايباد 9، وهواي من شنو هي استفاديت من عنده هيجي. انا حبيته لانه اختصر لي هواي ملازم، يعني ملازم كلية الطب كلش هوايه، فالايباد كان شيء زين. بس انتم اذا تحبون الملازم استعملوه، يعني انا وياي هواي استعملوا ملازم عادي. سؤال زهراء قنان، انت السؤال تشتاقين للسادس؟ شوفوا هو دائما يقولون انه انت ما تركز على النجاح، تركز على الرحله، فاني احس انه عشت السادس بكل تفاصيله، فلذلك اشتاق له. يعني اكو هواي ايام اتمنى انه ترجع يعني، فطبعا اشتاق له يعني، مو سنه يعني مو هينه، سنه كامله من حياتي. راح نطل مايك الاختي زهراء حتى هي تقراني، اذا تدرون يعني دارس مدالوس على راحتي. ف
فقليني سؤال. اوكي خلينا ندور. هذا السؤال هم يوم هم فد يوم حاط طالعين وجهك؟ فجوابي لهذا الموضوع يعني اول شيء نوعي محتواي ما له علاقه انه اطلع وجهي او لا، لاني يعني محتواي انا اصور يوميات اقعد ارسم لكم شان زدا دالوس حرفيا، فاحتمال ايه احتمال لا، ما اقدر اعطيكم جواب قاطع يعني. شنو نصيحتك للطلاب السادس؟ اويلي شوفوا هنعطيكم ثلاث نقاط بس، خلي نعوف الفرشه ثلاث نقاط الخصكم كل الموضوع يعني اللي انا احس انه انا صدق استفاديت من عنده. اول شيء واهم شيء الدراسه اليوميه، يعني انت اذا شنيت معهد مدرسه انت مسوي جدول ودي تمشي عليه، الدراسه اليوميه كلش كلش مهمه، عسى بس تقرا ورقتين من كل ماده. ايش يعني احكي لكم؟ لان انا عندي ماده الرياضات فصل ثاني شوف اتذكرها، والكيمياء عذبوني بالمراجعه عذبوني عذاب لانه ما كنت قريتها يومي. فهاي اول شيء اهم شيء الدراسه اليوميه، اذا فد يوم ما قرات اوكي بس ثاني يوم اقرا، يعني فد يوم مالك واشي بس ثاني يوم اقرا، لا تكسر سلسله دراستك ابد ابد. فالدراسه اليوميه كلش مهمه. شغله ثانيه الاستراحه، الاستراحه يعني اعتقد هي كانت حرفيا واحد اماكن ده يحط روحه على الشحن ويرجع يعني نفس الطاقم والدراسه وهيك. كنت هو ياخذ استراحات، كنت اخذ استراحه بعيد الفطر بالعيال يعني، وكنت اخذ استراحه يعني ورا ما مثلا اخلص اربع ساعات دراسه هيك اخذ استراحه. فالاستراحه يعني حتى اقول لكم انه كنت حتى بقى افلام سلسله مارفل شفتها بالسادس، فالاستراحه كلش مهمه. واخر شيء وحرفيا اهم شيء يعني اقوله دائما، توكلوا على الله وكل شيء بحياتكم توكلوا على الله، لانه انتوا ايش قد ما حتتعبون التوفيق كله من الله، يعني ليس الانسان الا ما سعى. فحرفيا انت توكل على الله، ادرس باجتهاد وتوكل على الله، ادرس باجتهاد وتوكل على الله وخلاص انت السادس كله لك. سؤال كل شيء ليش صرتي طب اسنان؟ من عبالهم اني عايده سنه لو اني طب اسنان، طب جامعه بغداد طب عام يعني هواي يسجنون حتى تشون اختصاصك. هو احنا الطب عام، احنا بالعراق عندنا 6 سنوات طب عام وبعدين الله نفكر بالاختصاص. فاني مو طب اسنان قلوني بس غير اقرا هاي السالفه بالهيئه الكلية. احس هو بس طبقه اساسيه. اي شنو السؤال له؟ كاتبي شنو نصيحتك طالب ما عنده فايده يدرس بيها؟ شوفوا شباب على فكره يعني مو دائما تشوفوني عن مكتب دا ادرس، يعني انه انا دائما ادرس بالغرفه. بالسادس بداية السادس اكثركم سادس يعني قضيتها ادرس بغرفة ماما او ادرس بالهول، يعني مو دائما ماتي الغرفة اصلا، الغرفة بس بامتحانات السادس قاعدة صوب بالغرفة ادرس. فهي الفكرة انه انت تسوي لك جو، انا شو انت بغرفة ماما حاطة تابلام اطفي كل الاضواء بقي بس هذا التابلام ادرس، بعدين عيني سقطت عشان خافت كلش. بس شنو يعني هو الفكرة انه سوي جو، كنت هو احط ضوء وعليك موسيقى واقعد ادرس موسيقى مثلا لوفي او احط مثلا صوت مطر رعد وهيك شيء. صدق يعني هي الاجواء نفسها اللي هي تخليك تدرس، تسوي لك اجواء عسى تقعد على الدرج تدرس عادي يعني، المهم تسوي لك اجواء. فهي مو ان شاء الله انه غرفه. اقول لك اكو سؤال ما يسالني هذا السؤال، شلون درستي فرنسي؟ شلون يعني رتبتي وقتك عمل الفرنسي؟ الفرنسي خليني اعطيكم نصيحه، اني بلشت الفرنسي يعني ها قصتي وياه، عود انه اسوي جدول واقرا كل يوميه فعل، بس هاي كلاوات مال بدايه السنه والحماس مال السادس وما طبقت الجدول، يمكن اكو غير يطبقوه بصراحه بس انا ما طبقته بالنسبه لي. فبعدين وصلت المراجعه اني اكتشفت نفسي انه بعدني مخلصه فرنسي وبعدني حرفيا بالازمنه وما مخلصه لا باسي كومبوزي ولا بختسي باسي كل شيء ما مخلصه. فهنا اني جبت ملزمه نصحاني بيها مال الاستاذ وقاص، صراحة كانت هي الملزمة اللي نقلتني وقتها. هي أتذكر قطعت الملزمة كل موضوع سويته جزء واحد، يعني ما بقيت الملزمة مثل ما هي. وبديت أول شيء ضبطت الأشياء الحفظية اللي هي القطع المعاني المفردات المرادفات العفو، هذني ضبطت إني صدق إن هذني نفسني يجي كل سنة إن نفسني يعني ما يجيب لكم شيء خارجي. وهمينا بعدين بديت أقرأ بالأزمنة وأهم شيء تضبطوني الباسي كومبوزي والبارتيسي باسي، عمود باقي المواضيع كلها تكون سهلة بتحفظون تحفظون مالتها القاعدة. وأكو في الأشياء شواذ كان ذاكرها الأستاذ بالمزمة مالته، طبعا لا إعلان ولا شيء والله جديات، هاي نصيحة من عندي يعني، هاي قلت إذا جاوب بالفرنسي أقول لهم عليها المزمة.
فاي وراها بديت بباقي المواضيع. انتم من تقرون الازمنه وتضبطوها حتحسون انه باقي المواضيع حرفيا كلها سهله، لانه تنعاد الاشياء كلها، ومثلا حروف جر وواي بها اشياء يعني في الملاحظات لها علاقه بالازمنه يعني. فانتم توكلوا على الله ولسوا مثل تروحون تقرون المراجع على اخروق ببوكيت مثلا قبل الشهر الرابع، قبل الشهر الثالث يعني قبل فتره كبيره من الامتحانات الوزاريه، وان شاء الله خير يعني. واتمنى لكم تجون درجه زينه بالفرنسي، لان درجتي يعني فادتني بالمعدل هواي. طبعا دا خط ويوط، هو انا ما اعرف اصور وارسم ابد يعني، ما تجي وياي هذا الشغل عدله، بس شنو نسوي بيسك لللوحه. سؤال، سولفينا عن المراجعه. مراجعتي ما كانت مراجعه عظيمه، لانه اني كنت عند مواد ما مخلصتهن او مواد ما مضبطتهن، فاي ما اعتبرتها مراجعه كانه اني شيء اتذكره ودا راجعه، لا اعتبرتها فتره تضبيط كانه اول مره دا اقرا، يعني قرات كل ماده كانه اول مره، وكانت بدايه رمضان فكنت هواي سخيت لان ما اعرف شلون اقرا، اقرا بالعكس دا اقرا يعني يوم كيوم عادي، وانا صمت بوقتها، فهواي كانت اكو اسباب انه خلتني احس انه ما كنت دا راجع، كنت دا اضبط الماده كانه اول مره دا اقراهن. وهمينة كان عندي مثلا الفرنسي قرأته بالمراجعة، الإسلامية استعملت مزام الساجد كانت كل زينة قرأتها حرفين أول مرة، ثاني مرة كان قبل الامتحان بس. فالشي سويته هميني أنه أنا مو قرأت مادة، حاولت أنه أخلي لها وقت مرة ثانية أنه أقرأ وزارياتها، الوزارات كانت أول مرة أفتحن هي فترة المراجعة، فأكو أشياء مثلا رياضات أكو أسي وزارية كانت أول مرة بحياتي دا أشوفهن فترة مراجعة. ف اي يعني انتوا لا تخافون اذا وصلتوا فترة مراجعة، اذا انتوا هسه فترة مراجعة وشي انه بعدكم مخلصين عادي، بس انه حاولوا اذا بعدكم بالبداية لا تخلون شي يتراكم عليكم تقروا فترة مراجعة، هاي نصيحتي لكم. والوزاريات عادي اقروها فترة مراجعة، بس هاي شغلتي. وشغلة ثالثة الاسلامية مزمة الساجد كانت كلش حلوة فادتني يعني، اختصرت لي هواي وقت. جاز سؤال كاتبين انه احنا طلاب المدارس المو متميزين خصوصا باللغه العربيه، فهذا الشيء حيأثر على دراستهم دراسه الطب يعني كلغه انجليزيه. هو يسألون على انه تترجمون مصطلحات، شوفوا اكو في شغله لازم تعرفوها، المصطلحات الطبيه ما لها علاقه ابدا بالمصطلحات اللي احنا ندرسها خلال 6 سنين احنا طلاب متميزين، فهذا ما يعني انه احنا مثلا حيكون عندنا في التفوق من هاي الناحيه بالنسبه للطلاب العربي. يعني طلاب العربي صح انه انا اشوف هواي طلاب عربي يعانون من اللغه الانجليزيه شويه، مو هو يعني ذاك الصعوبه يعني، بس بالبدايه لانه يترجمون هيجي، بس احنا من الطلاب المتميزين نترجم يعني. اذا تشوفون فيديوهات ستدي ويز مي مالتي تشوفون انه انا اترجم يعني، دائما حاطه بصفي المترجم واترجم الكلمات، لان المصطلحات الطبيه الموجوده ابد ما تشبه المصطلحات اللي كنا ندرسها. فهاي شيء وهاي شيء، يمكن بس مصطلحات شويه من مصطلحات الاحياء البيولوجي يعني او الفيزياء يعني شويه اكو تشابه، بس مو كل شيء يعني. احنا هواي نحتاج نترجم حالنا حال طالب عربي يعني. سو اجاني سؤال بصراحه كلش حبيت اني اجاوبه، يقول شلون القى شغفي او هوايتي. شوف خلي احكيكم شيء، اول شيء اكو فرق يعني، انا بالنسبه لي اشوف اكو فرق بين الهوايه والشغف، لانه الهوايه هو انه انت تسوي شيء يعني مثلا الرسم، اما الشغف فهو انه هو الحافز اللي يجيك او الشعور اللي يجيك بعد ما اسوي تقوم بفعل ما. شلون اني القى بالنسبه لي يعني كمريم شلون القى هوايتي؟ انا كنت دائما انطي نفسي فرصه اني اجرب اشياء بحياتي على مود انه اشوف هذا الشيء يستحق التجربه، هذا الشيء يستحق انه ارجع اسويه. فمثلا الرسم قبل 6 سنين بديت انه اجرب انه ارسم واسوي لوحات وهيك، فهسه أنا أشوف نفسي إن الرسم يعني واحدة من هواياتي يعني، والأشياء اللي أحب أسويها، اللي الأشياء اللي من أسويها أرتاح نفسياً، أحس إنه أكو فد شعور حلو بداخلي من أسوي هذا الشيء. وهو إنه الهواية هي التجربة اللي راح تسويها واللي ممكن راح تلقي نفسك بيها، فأنت لازم تستمر عليها. فأنطي نفسك يعني فرصة تجربين أشياء وبلكي تلقين نفسك بشيء حلو وتستمرين عليه. هاي شغله. اما الشغف فاني اشوف الشغف اكو فيديو يعني باليوتيوب شفته احس يعني هو يلخص صدق يعني مفهوم الشغف. الشغف يقول لك انه هو الفعل، ورا ما تقوم بفعل يجيك الشغف. فاني مثلا ورا ما رحت رسمت
اجاني الشغف وراها جاني التحفيز حتى اكمل الرسمه، وليس انه يجيني الشغف يلا اروح ارسم، يعني ما له علاقه. يعني الشغف مو هو اللي النقطه الاولى، وانه هي السايكل. يعني زهراء اري سؤال ختامي باي هذا السؤال، شو كم اخ عندك وليش ماكو ابوك يعني، وهل قناتك هل تشرب ليها؟ هذا سؤال واحد زهراء. كم اخ عندي؟ زهراء وعندي اخ اكبر من عندي. وليش ابوك موجود يعني على القناه او هيك شيء؟ بالعكس يعني انا عندي كان فيديوهات، بس يمكن انا مسويتهن يعني اخفاء، كان بابا دائما يسوي مثلا ريوق واني اصوره ويطلع وياي بالفيديوهات، واصلا دائما هو يعلقني وهاي هلا بابا اذا تشوف هسه الفيديو. واخر شيء هي قناتك اهلش رافضيها؟ لا بالعكس، اصلا انا بيوم اللي اتذكر يوم 2015 28 7 قلت لهم الاهلي اريد افتح قناه، قالوا يلا فتحي. بس كان يجي الموضوع بسهوله، فهو بالعكس يعني دائما هم يشوفون فيديوهاتي، هم يحطوا لي تعليقات ولايكات وهيك، فبالعكس اهلي كلش يعني مقتنعين بالقناه. ف اي لين انا اخلص فيديو اليوم، اتمنى جاوبت على الاسئله اللي انتم شنو صدق يعني هيك تريدوهم كل قلبكم. اذا عندكم اي سؤال ثاني كتبوا لي جواب التعليقات، واذا حبيت الفيديو لا تنسون تحطون لايك للفيديو، وحسابي مال انستغرام جوا اذا حابين تشوفون اكثر من يومياتي. وبس لا باي ولا هلا، الله ياكم.